بندي معلومات طبية مش علشان تطبق، لكن لمجرد ان انتوا لما تعرفوها تبقوا متعاونين اكتر مع الدكتور الاخصائي بتاعكم، وبالتالي يبقى في نتيجة احسن. أهلا بكم أحبائنا مشاهدين لوغوس في حلقة جديدة من برنامجكم الصحة الكاملة. الأول أحب أعتذر عن التأخير اللي حصل، كان في تكنولوجيكال بروبلم، ففي الإعادة بإذن الله هيبقى في الميعاد مظبوط. النهاردة برحب بكم وبحب أقول لكم إن برنامجنا النهاردة حلقة خاصة جدا ومهمة جدا، وهيبقى فيها معلومات كتيرة وحاجة مهمة في صحتنا وفي حياتنا. هتبقى عن الدم، تكوينه وبيتكون فين ووظائفه، وإيه الأمراض اللي بتؤثر أو بتصيب الدم خصوصا الخلايا الدموية، وإزاي نعالجها أو نتفادى بعضها لو كان ده في وقاية يعني. ومعانا ناس أفتخر بيهم خالص اللي يشاركوني في البرنامج وحضروا وتعبوا. معايا الدكتورة الجميلة ميري المصري. أهلا بيك يا دكتورة ميري. Thank you for inviting me. Thank you حبيبتي. الدكتورة ميري الحقيقة من شبابنا اللي كلنا بنفتخر بيهم، وبيقولوا لنا المستقبل لكل المصريين سواء هنا أو بمصر حاجة فيها أمل كبير. الدكتورة ميري خلصت في جامعة من أكبر جامعات الولايات المتحدة اللي هي في University of كاليفورنيا، وبعدين خلصت باطني في أنذر جامعة برضو من أعظم الجامعات في الولايات المتحدة University of South كاليفورنيا، وبعدين بتخلص زي زمالة أو اللي ممكن نعتبرها في مستوى الدكتوراه في أمراض الدم والسرطان في ستانفورد يونيفرسيتي. دي برضو من أكبر جامعات كاليفورنيا ومن أعظمها في التقييم أو الرقم بتاع الجامعة مستواها إيه على مستوى العالم، فهتفيدنا. وأهم ميزة ليها إن هي من الشباب الصغير اللي هيعوض السنين بتاعتي وتقول لنا المعلومات الجديدة، وهي بتفهم عربي كويس بس بعض الاصطلاحات بيبقى صعبة، فهتقدر تقولها لنا بالانجليزي، وإذا احتاجت أي ترجمة مني أو من الدكتور زميلنا الآخر هيبقى موضوع مشيق. طيب برضو أقدم الدكتور عماد إبراهيم. أهلا بيك يا دكتور عماد. أهلا دكتور شاهين. الدكتور عماد من الناس اللي تفخر بيهم مصر. خلص كلية طب في جامعة اسكندرية، وجه كإنسان متفوق خلص في جامعة ساوث كاليفورنيا تخصص أمراض باطنية، وهنا دي بتاخد لها تقريبا 4 سنين. وجامعة كاليفورنيا برضو قضت فيها الدكتورة ميري جزء من النيابة بتاعتها، وكان أفضل طبيب أثناء ال4 سنين بتوعه في جامعة كاليفورنيا ساوث يعني يونيفرسيتي يو اس سي
University of South California. دي private university بس واحدة من أشهر الكليات في العالم خصوصا في الطب. وبعد كده راح Washington University أخذ دكتوراه أو الفيلوشيب بتاعة أمراض القلب والسرطان. وهو واحد من مجموعة كبيرة في مركز لعلاج أمراض الدم والسرطان، مجموعة من الدكاترة في كاليفورنيا. أنتوا عارفين كاليفورنيا على المحيط الأطلسي، يعني إذا كانت نيويورك على الأتلانتيك اللي بيوصل الناحية التانية منه أفريقيا، الأطلسي الناحية التانية منه توصل لليابان وكده آسيا يعني. فلما نبعد عن البحر شوية يبقى في الصحراء بتاعة كاليفورنيا، فليهم مركز كبير خالص مشهور عالميا، وهو كان رئيس المركز وكان بيدرس كمان في فرع يونيفرسيتي في كاليفورنيا اللي هناك، فهو أستاذ مساعد هناك. واشترك وتعهدوا لي بأبحاث كثيرة في أمراض السرطان، وإحنا عارفين أمراض السرطان من أكتر الأبحاث اللي شغالة في آخر سنوات، وحصل فيها تطور وتحسن كتير جداً، بحيث الناس اللي عندها سرطان اللي كان عندهم أمل 1% يعيشوا بقى عندهم ساعات يمكن 80% حسب التطور الحديث اللي حصل. فبنرحب بيك يا دكتور وبنفتخر بيك. وبكده أحب أقول لكم فكرة عن السيكونس، عن النظام بتاع برنامجنا النهاردة. احنا متعودين نديكم سؤالين هنقولهم في الأول علشان ناخد الإجابات بتاعتهم في آخر 10 دقايق، علشان تتابعونا وعلشان الجوائز بتاعت كتب البابا المعظم البطريرك المتنيح الأنبا شنودة، أو صورة عظيمة من صوره الحلوة بركة لبيوتنا. هناخد الإجابات في الآخر. أديكم السؤالين دلوقتي عشان تحاولوا تلاقوا الإجابة وإحنا ماشيين. السؤال بتاع الناحية الروحية، إن كنيستنا احتفلت بمناسبات مهمة جدا في آخر أسبوعين اللي هو من أول سبتمبر لغاية النهاردة، منها عيد النيروز أدي واحد منهم، بس كان في أعياد كثيرة للقديسين. اللي يذكر لنا 2 من هؤلاء القديسين المهمين يبقى جاوب على السؤال، وأنا أقول لكم أي تعليق عليه في الآخر حسب الوقت. السؤال الثاني اللي هو الطبي هنسألكم، وده هيتجاوب عليه، إيه هي الأنيميا أو فقر الدم بالعربي، وإيه أشهر نوع فيها، لأن ده ممكن نعالجه بسهولة ونتفاداه، وإيه هو المادة اللي بنحتاجها فيها. فده سؤالنا، ونستقبل منكم الإجابات على السؤالين في آخر 10 دقايق في البرنامج، يعني على الساعة يعني ربع ساعة من قبل الآخر، احنا متأخرين نص ساعة تقريبا، يعني هيبقى على الساعة 9:15 بتوقيت كاليفورنيا. طيب بكده أحب نبتدي موضوعنا، وزي ما انتوا عارفين هو موضوع مهم، خدتوا فكرة عنه. اطلبوا الأحباء، اطلبوا الأصدقاء، صحوا اللي اتأخرنا عليه ونام علشان يتابعنا، واللي عنده أي سؤال طالما إحنا ماشيين في الموضوع بتاع سؤاله ياريت يعمل مداخلة بحيث نجاوبه ويستفيد ويفيد آخرين. هنتكلم الأول عن تركيب الدم والخلايا بتاعته والأمراض بتاعتها، وبعدين هندخل في جزء بسيط عن الورم السرطاني بتاع الخلايا البيضاء اللي هو اسمه لوكيميا. طيب معلش ladies first، ابتدي بالدكتورة ميري. ممكن تقول لنا الدم عبارة عن ايه؟ So blood is a liquid that circulates throughout your body, and it's made up of plasma, and it's also made up of 3 different types of cells.
So red blood cells, white blood cells, and platelets. And all of these cells have different functions in the blood. And you have 5 to 6 liters of blood that circulates throughout your body every minute. اوكي طيب اترجم. هي طبعا قالت كلام ان عندنا الدم هو السائل اللي بيلف في كل الشرايين والاورده وفي الجسم، وله سائل اسمه البلازما، ده عباره عن بروتين وفيه املاح، وفي خلايا حمراء وبيضه والصفائح الدمويه، وهنتكلم دول جايين منين وبيعملوا ايه. وكمان قالت عدد مهم نفتكره، ان الانسان عنده حوالي من 5 ل 6 لتر. الليتر بالنسبه للي بيستعملوا الجالون، الليتر تقريبا تلت جالون وشويه تقريبا، يعني 3.5 أو 3 و3/4 لتر بيبقوا بيبقى جالون. فيعني ممكن نقول جالون ونص كمية الدم تقريبا أو قرب 2. المهم فالدور القلب بيضخ كل الكمية دي في خلال دقيقة، يعني كل إذا كان القلب بيدق 70 مرة في الدقيقة، يبقى 1/70 من كمية الدم بتطلع في كل ضربة قلب، بحيث يلف الدم كله على القلب في مدى الدقيقة. دي أرقام يمكن معلومات بتخلينا مشوقين في في الموضوع. طب يا دكتور عماد معلش تورينا كده صورة للدم شكله ايه لما بتبصوا تحت الميكروسكوب وبتقولوا الواحد نعمل لك فحص دم. طبعا نشوف كده مع بعض. في صورة لشريحة لدم طبيعي، وفي 3 خلايا اللي اتكلمنا عليهم. اكتر واحدة اللي شايفينها دول اللي لونهم احمر، ودي خلايا الدم الحمراء. ولو نلاحظ كده ان معظم الخلايا اللي في الجسم ليها نواة، اما الخلايا الحمراء ملهاش نواة علشان تكون مليانة بالهيموجلوبين اللي بيؤدي الوظيفة بتاعتها. وفي الخلايا البيضة وده مثال ليهم، دي خلية بيضة لها نواة مركبة وليها شكل معين. وبعدين في خلايا صغيرة خالص مش عارف هتبان ولا لأ، تايهة في النص، اللي هي الصفائح. ودي ليها وظيفة مهمة في منع النزيف. يعني تقريبا نسبة الخلايا الحمراء للبيضة الشكل زي 100 لـ2 ولا حاجة كده؟ لا يمكن اكتر، قرب 1 للـ1000. يعني طيب. يعني عدد الخلايا الحمراء حوالي 5 مليون في الكيوبيك مليمتر. الخلايا البيضة بتتعد بالالاف. بالالاف. يعني دي تقريبا جابت بالصدفة 2 بيض في وسط عدد كبير من الخلايا الحمراء. طيب. نشكرك. طيب تقول لنا الجسم بيجيب الخلايا دي منين؟ ايوه خلايا الدم بتتكون في النخاع اللي هو موجود في داخل العظام. في الانسان الناضج بتكون دي في العظام الموجوده، عظمه الصدر والعظم بتاع الحوض. وفي خلال ساعه واحده النخاع بينتج بلايين من السل من الخلايا، حوالي 10 أس 10 في ساعة واحدة. وممكن في حالة مثلا إذا كان في إنسان عنده نزيف أو في التهاب، نسبة الخلايا اللي بتطلع بتتضاعف بالآلاف عشان الجسم يستجيب للوضع اللي هو فيه. النخاع فيه خلايا مهمة جدا اسمها الخلايا الجذعية أو الستام سيلز، وبرضو ممكن نشوف مع بعض الصورة بتاعتها. الخلية الجذعية دي خلية موجودة، ودي يمكن
نقول أغلى خلية في النخاع، لأن دي تقدر تنتج أي نوع من الخلايا بأعداد كبيرة جدا، وتفضل تنتج خلايا طول العمر. إذا كان إنسان بيعيش 70 سنة أو 80 سنة، كل يوم بلايين وبلايين من الخلايا. الخلية الجذعية دي بتنتج أنواع من الخلايا اللي هي ليها تخصص، وبتعدي في مراحل مختلفة من النضوج لغاية ما توصل للخلايا المختلفة، سواء خلية حمراء أو الصفائح أو أنواع الخلايا البيضاء المختلفة، لأن الخلايا البيضاء ليها أنواع مختلفة اللي بنسميهم النيوتروفيلز أو الإيوسينوفيلز، بيسوفيلز ومونوسايتس. وأيضا في خلايا بيضاء تانية اللي هي الخلايا الليمفاوية، ودي بتعد مع الخلايا البيضاء أيضا. طيب والخلايا الحمراء؟ الخلية الحمراء اللي هي أول واحدة شفناها هنا، بيميزها إن ملهاش نواة، ولكن لو نلاحظ إن كل الخلايا دي بتنتج من خلية واحدة، خلية الأم اللي هي الخلية الجذعية أو الستام سيل. يعني الخلايا الليمفاوية بتاخد مسار لوحدها من الأول، أي. وبعدين بقية الخلايا البيضة بتاخد نفس المسار بتاع الخلايا الحمراء لخطوتين، وبعد كده الخلايا الحمراء بقى بتعمل تغيير في نفسها بحيث أي. تبقى ملهاش نواة. والخلايا الحمراء والصفائح يمكن قريبين لبعض خالص، ممكن برضو أوري صورة تانية. دي المراحل النضوج الأخيرة للخلايا الحمراء والبيضاء. فمثلا نشوف هنا دي المسلسل ده من الخلايا، هي الخلايا الحمراء بتبتدي النواة تصغر والخلية نفسها تكون الهيموجلوبين لغاية ما توصل للمرحلة الأخيرة ما فيهاش نواة ومليانة هيموجلوبين. الخلايا البيضاء برضو ليها وظائف مختلفة، أهم وظيفة فيها بتعتمد على إن هي بتفرز إنزيمات معينة تؤهلها إن هي تعمل الوظيفة دي. الإنزيمات دي ممكن مثلا بتهاجم البكتيريا. ف هقول المشاور عليها كده. الخلية دي الإنزيمات موجودة في الحبيبات الصغيرة اللي بنسميها جرانيولز. لما تكون مثلا بتدافع ضد بكتيريا معينة، الإنزيمات دي بتهدم البكتيريا. حلو خالص. طيب ناخد خلية خلية كده دكتور، تبتدي لنا مثلا بالخلايا الحمراء. ايه اللي بيحتاجه المصنع اللي هو النخاع العظمي علشان يطلع الخلية الحمراء في شكل صحي يعني؟ أي. طبعا تكوين الخلايا الحمراء دي أهم وظيفة للنخاع، لأن الخلايا الحمراء هي اللي بتحتوي على مادة الهيموجلوبين، ومادة الهيموجلوبين دي هي اللي بتحمل الأكسجين في كل أعضاء لكل أعضاء الجسم. وحتى يعني في العهد القديم ربنا قال إن الدم هو الحياة. الخلايا الحمراء عشان تتكون لازم يكون المكان بتاع النخاع فيه صحة جيدة، لأن ممكن في أمراض تصيب النخاع تتسبب إن مفيش إنتاج كفاية من الخلايا الحمراء، وده يسبب فقر دم. المادة الأساسية في الخلية الحمراء هي الهيموجلوبين، والهيموجلوبين مكون من جزئين، الجزء اللي بنسميه هيم والجزء اسمه جلوبين. الجلوبين ده بروتين بيحتاج جينات صحية، ويحتاج الأحماض الأمينية اللي هي بتكون البروتينات. الجزء اللي هو الهيم أهم مادة فيه هي الحديد اللي هي بنسميه الايرون نيوكليوس. عشان كده نقص الحديد زي ما هنتكلم كم من شوية بيسبب أنيميا. طبعا المواد دي تكون موجودة علشان الخلايا تتكاثر، لازم يحصل تكاثر في مادة الدي ان ايه اللي هو الحمض النووي. وفي نوعين من الفيتامينات مهمين جدا لإنتاج الحمض النووي،
اللي هم فيتامين بي 12 بي 12 والفوليك اسيد. في غياب دول الخلايا ما تقدرش تتكاثر بطريقة صحية ويحصل أنيميا. وطبعا في الجسم كمان الجسم بينتج هرمونات كتيرة منشطة للنخاع، أهم واحد فيهم بيجي من الكلى اسمه الإريثروبوتين أو بالعربي اسمه إريثروبوتين. الكلى فيها خلايا حساسة جدا لنسبة الأكسجين، إذا تناقصت نسبة الأكسجين في هذه الخلايا بيزيد إنتاج الإريثروبوتين وينشط النخاع عشان ينتج خلايا حمراء أكتر. عشان كده لما بيكون في أمراض للكلى، إذا كان الكلى وظائفها مش يعني 100%، بينقص نسبة الإريثروبوتين وينتج عن ذلك أنيميا. الخلية الحمراء بتعيش في الجسم حوالي 120 يوم، حوالي 4 شهور، وبيحصل لها اللي بنسميه يعني زي بتعجز، فالخلايا الصغيرة بتكون أكتر نشاط وأكتر تقدر تحتمل الوظيفة كلها. كل ما الخلية بتعجز أكتر بتبقى معرضة إن هي تتكسر، والجسم الجسم بيكسرها ويعمل لها زي ريسايكلينج، فالأمينو أسيدز بتاعت الجلوبين بترجع تاني عشان تستخدم، ومادة الهيم بتتكسر في الكبد إلى المادة الصفراء اللي هي بنسميها البيليروبين. فعشان كده في أمراض لما بيكون تكسير الخلايا زيادة عن اللزوم تسبب إن برضو يكون في أنيميا، ومن علامات هذه الأنيميا إن نسبة البيليروبين بتزيد. طب انت قلت لنا معلومات كتيرة، معلش التكرار يعلم الشطار. يعني لازم المصنع اللي هو النخاع العظمي يكون في صحة جيدة. انت عندك صورة تورينا الفرق بين واحد نخاع عظمي في صحة ونخاع عظمي؟ ايوه ممكن. طب يا ريت نشوفها. نشوف كده. دي صورة للبون مارو او النخاع، ولو تشوفوا دي الجزء من العظم، وداخل العظم في خلايا كتيرة، يعني لما نبص كده بنسميها low power من بعيد، نشوف انواع من الخلايا كتير، لان بعض هذه الخلايا في مراحل مختلفة من النضوج، وفي خلايا هتبقى خلية حمراء او بيضاء او صفائح الى اخره. والاجزاء الفاضية دي اللي في وسط الخلايا هي عبارة عن دهون، فالدهون دي بتدوب في تحضير الشريحة، ولكن في عدد كبير من الخلايا. في أمراض تسبب بتصيب النخاع، مثلا حاجة بنسميها الأيبلاستيك أنيميا، إن بسبب خلل في جهاز المناعة الخلايا اللي في النخاع العظمي بتختفي. فنشوف كده واحد عنده الأيبلاستيك أنيميا، تلاقي معظم البون مارو مليان فات، مليان دهون ومفيهوش خلايا صحية. في مثلا مثال تاني للأكيوت لوكيميا أو سرطان الخلايا البيضاء، تلاقي خلية واحدة ابتدت تتكاثر بشدة جدا، فملت البون مارو ومفيش أي خلايا تانية بيقدر يعمل. طيب يعني قلت لنا المصنع، ادينا شفنا صور للمصنع الخربان والمصنع اللي شغال كويس. المواد اللي بيتكون منها الخلية اللي هي فيتامين مهمة، يعني الحديد والبروتين، وفي فيتامين بي 12 وفيتامين فوليك أسيد، ده واحد من البي برضو، مجموعة الفيتامين بي. وبعدين ان الخلية نفسها لما تطلع يكون عندها الطبيعة اللي تخلي عمرها تفضل 120 يوم، بحيث لو في أمراض وراثية تقلل من عمرها وتنفجر أو يحصل لها destruction، يعني تتحلل أسرع من عمرها،
هيطلع مواد كتيرة منها، ودي اللي بتخلي الناس اللي عندهم الأمراض دي ممكن يجي لهم صفران العينين والجلد الأصفر. مظبوط. طيب معلش يا دكتورة ميري، هو لنا ان هي السدة ده red cells carry the oxygen. الأكسجين ده بيجي منين؟ So it's because the red blood cells carry oxygen from the lungs to all the tissues of the body. It's very important that the lungs are working well, because then you, if somebody that's not healthy, it's going to be hard for the red blood cells to function. So somebody that is a smoker, for example, or somebody that has asthma or emphysema, it's going to interfere with the red blood cell function because the lungs don't have good oxygen carrying capacity. يعني بعد ما توصل هي لللنج لو ما لقتش الاكسجين اللي هي رايحة عشان تشيله هتبقى ترجع مش محملة بالاكسجين. Yes. طيب فيبقى لازم يبقى في رئة كمان شغالة كويس. ده تفاهم الجسم بكل اعضائه مع بعض. طب لو الدم if the blood went to the heart with low oxygen القلب يعمل ايه؟ عشان هل في ميكانيزم للقلب عشان يعادل ده؟ So that also results in having anemia when your hemoglobin is low, and some of the things that the heart does to compensate for that is that you get a fast heart rate, and sometimes people use the word tachycardia for that. So if your doctor ever says that, it means that you have a fast heart rate, and it could be compensating for the low oxygen. اوكي يعني لو اكسجين فده نتيجة يا اما انيميا يا اما الدم مش موجود بس ما فيش اكسجين، فالقلب بيحاول يلفلف الدم بسرعة اكتر عشان يعوض الاحتياج بتاع الجسم. Yes. احنا نتكلم بتاع القلب يقول لك القلب اهم عضو في الجسم، نتكلم بتاع الرئة يقول الرئة اهم عضو في الجسم، فطبعا دلوقتي انتوا بتقولوا الدم هو اللي بيربط كل الاعضاء دي وكلهم مهمين، وعشان كده لما المسيح قال ان احنا الجسد وهو الرأس كلنا زي بعض. يعني ما فيش حد في جسد المسيح ليه أهمية عن حد تاني. طيب فأنا عارفة نتحيز النهاردة لبتوع الدم ونقول أهم ان الدم مهم جدا للحياة. طيب احنا تطرقنا شوية للأنيميا، الأنيميا معناها إيه؟ What's the, what does it mean that I have anemia or somebody has anemia? So anemia, you usually diagnose that by looking at something called a CBC, which is a complete blood count. And your doctor looks at it and tells you that your hemoglobin is low, and they diagnose you with anemia. And some symptoms that you can have for anemia is when you feel really tired or you feel very weak. Also, some people have dizziness. And like I said before, some people have a fast heart rate when they have anemia. Other things is that you start looking, your skin starts looking pale. So another thing that can happen when you start destroying your red blood cells, which also causes anemia, is like we said before, the yellowing of the skin. So you can start getting yellowing of your eyes and yellowing of your skin. طيب can you show us some picture of the red cells? طبعا احنا فهمنا يا قالت اللي عنده انيميا يعني عنده فقر دم او عنده كمية الهيموجلوبين اللي في الخلية الحمراء قليلة او عدد الكرات الحمراء قليلة، يبقى الواحد مش قادر يبذل مجهود لان الاكسجين بيوصل لكل خلية في الجسم ويديها الطاقة. فلو الهيموجلوبين اللي بيشيل الاكسجين قليل او الاكسجين اللي هو شايله قليل، الخلايا مش هتلاقي الطاقة، فالواحد يحس انه هو همدان، ما عندوش حيل، ما عندوش طاقة، وممكن ينهج بسرعة علشان بذل مجهود زيادة عن مقدرة الأكسجين اللي الخلايا بيوصل لها. ممكن يبقى كسلان في التفكير شوية لأن المخ بيحتاج أكسجين عشان يفكر، القلب زي ما قالت بيضخ بسرعة أكتر عشان يعوض الفرق، فيضطر بدل ما يعمل 7 لتر في الدقيقة عايز يعملهم في النص الدقيقة فيدق بسرعة أكتر. فدي أعراض فقر الدم أو أعراض الأنيميا. وبرضو لو الخلية الحمراء بتتكسر بسرعة، والدكتور شرح لنا أن الكيماويات الهيموجلوبين اللي فيها
الكبد مش هيلحق يستعملها ويشيل منها اللي مش لازم، بيبان على الجلد الاصفرار، وخصوصا في بياض العين بيبتدي يصفر. Also, there's something important about vitamin B12 because we mentioned that before. So when you have vitamin B12 deficiency causing anemia, the symptoms that you have can be tingling or numbness in the hands or the feet. But usually vitamin B12 deficiency develops after a number of years and it's not something that happens right away. طيب طيب فيتامين بي 12 معلش احنا النقطه دي هقولها ليه، لان ناس كتير بتجيب حقن فيتامين بي 12 ويشكوا نفسهم هل ده مرض مشهور قوي وموجود بالكثافه اللي الناس بتفتكرها. ما افتكرش، افتكر الناس كتير بتاخد فيتامين بي 12 من غير ما تحتاجه. الكبد في الانسان يقدر يخزن احتياج الانسان لمده 3 سنين من فيتامين بي 12. فيتامين بي 12 موجود في اطعمه كتيره، معظم الاطعمه الحيوانيه واللبن والبيض. ف يعني اذا كان انسان مثلا بنسميه فيجن يعني زي الصيام عندنا، لازم يعني لمده سنين قبل ما يحصل له نقص في فيتامين بي 12. يعني صيام الخمسين يوم او الصيام اللي احنا بنصومه وبعدين نفطر نصوم ونفطر ده ما يعملش نقص فيتامين بي 12. ما يعملش، ولكن عشان مخزون. اكتر الحالات اللي بنشوف فيها نقص فيتامين بي 12 ليها دعوه بامتصاص الفيتامين بي 12. في فاكتورز، في عناصر معينه في المعده لازمه لامتصاص فيتامين بي 12. عشان كده في النوع المشهور اللي هو بيسموه بيرنيشيس انيميا او الانيميا الخبيثه، بيكون في اضطراب في جهاز المناعه والجسم ما بيفرزش الماده اللازمه لامتصاص بي 12. ففي الحاله دي لازم ياخدوه يا اما بانجكشن بحقنه، او ممكن في حبوب بتتاخد تحت اللسان بحيث ان هو يحصل له امتصاص في الفم بدل المعده والامعاء. في النوع ده نوع نادر جدا ولكنه مشهور يعني، لكن دلوقتي بنشوف اكتر حالات نقص فيتامين بي 12 للناس اللي عملوا جراحه في المعده. إذا كان إنسان عمل مثلا شال المعدة لسبب معين، أو برضه دي حاجة بنشوفها أكتر دلوقتي اللي هي عمليات التخسيس اللي بيسموها جاستريك باي باس، لأن الطعام مش بيعدي في المعدة بالطريقة الطبيعية. فالناس اللي عملت العملية دي لازم تتنبه إن هي لازم تكون بتاخد فيتامين بي 12 مدى الحياة. لان نقص فيتامين بي 12 مش بس بيسبب انيميا حاده، ولكن بيأثر كمان على جهاز على الاعصاب، وممكن يسبب تنميل، وممكن حتى يسبب شلل اذا كان في حاله متقدمه. لكن اللي عاملين ربط معده اللي هو بيحطوا لهم رنج بس يضيقوا الجزء اللي الاكل هيتحوش فيه، لكن بقيه المعده موجود والافرازات بتاعتها بتروح. افتكر ان الحاله دي صعب ان هو يحصل نقص فيتامين بي 12، ولكن برضه يعني لازم الانسان يكون حذر لان دي عمليه جديده. وزي ما قلت لحضرتك نقص فيتامين بي 12 بياخد سنين. يعني انا ساعات بشوف عيانين جالهم نقص فيتامين بي 12 ويكونوا عملوا جراحه من 10 سنين. وجايز يكونوا قالوا لهم خدوا فيتامين بي 12 وبعدين ينسوا، فبتاخد سنين. فطبعا الناس اللي عاملين حاجه زي دي يا اما ياخدوا الحبوب اللي تحت اللسان، او يكون في كشف دوري ويشوفوا نسبه البي 12. طيب انت قلت لنا الحبوب اللي تحت اللسان علشان لو راحت المعده الفيتامين وما فيش العامل اللي هو بيساعد على امتصاصه من الاول فملهاش فايده. أي. يعني الاقراص للناس اللي عندها نقص العامل مش لا تمتص. طب اللي تحت اللسان دي بتمتص وتروح للدم على طول. مظبوط كده. احنا يعني اتكلمنا على الانيميا، دلوقتي قلنا المصنع بايظان زي الصوره اللي وديتها لنا، الحديد ناقص
هنتكلم ده اهم واحد هنتكلم عليه، قلنا الفيتامين ب او فوليك اسيد ناقصين، وفي بقى قصر عمر الخليه الحمراء. قبل ما نيجي لقصر عمر الخليه الحمراء نتكلم شويه على نقص الحديد، لان دي حاجه دي اكتر نوع من الانيميا، ودي يعني لحسن الحظ ان علاجها بسيط وتفاديها ابسط. ف can you tell us about the iron deficiency؟ يعني for example بيبقى اكتر في الستات او الرجاله. You can So iron deficiency anemia is more common in women than it is in men. And this is because of the blood loss that women experience every month during their menstrual cycle. And other causes of iron deficiency anemia include pregnancy and also thyroid disorders, like having a low thyroid, and that usually is more common in women as well. And another reason for having iron deficiency anemia could be that someone might have a bleed in their GI system. And this could be because of an ulcer, or it can be maybe because of colon cancer. So you think of a person with colon cancer, the most common example is an elderly person, usually male, and during a regular visit to their doctor, they have anemia, so they have low hemoglobin. And the first thing that you would do would be a colonoscopy so that you could find if they have colon cancer. ممكن برضو أضيف على نقص ال ترجم بالمرة. طيب دكتورة نوري طبعا قالت إن نقص الحديد بيحصل أكتر في السيدات عن الرجال، لأن السيدات بيبقى في الدورة الشهرية بيحصل فقدان للدم، وده نسبة الحديد بتنقص فيها. من الأسباب برضو بالنسبة للستات هي الحمل، و بيقولوا يعني تقريبا في كل حمل الست الحامل بتفقد حوالي 500 ميلي جرام من الحديد. عشان كده لما واحدة بتروح البرينيتال فيزيت بتاعتها، اول ما الدكتور بيعرف انها حامل اهم حاجة بيديها برينيتال فيتامينز اللي هي فيها نسبة حديد كتير، لو وفوليك اسيد. لو في حمل كتير من غير ما تاخد الفيتامينات ده بيحصل نقص حديد مزمن. بالنسبة للأسباب الثانية إن يكون في نزيف من الأمعاء، أو من ممكن من المعدة أو من الأمعاء. المعدة زي حالات الألسر القرحة، لو في السن الكبير شوية دايما من العلامات المبكرة جدا لأورام القولون زي مثلا كولون كانسر، انه يكون في نقص حديد. فدايما لما يكون في حد عنده نقص حديد في سن كبيرة لازم يحصل كشف، بنعمل كولونوسكوبي علشان نشوف نقص الحديد جاي منين، ونتأكد ان مفيش اورام في القولون. وعلى اي حال زي ما حضرتك قلت، النصيحة دلوقتي او الريكومنديشن او المعتمد، اي حد يوصل 50 سنة حتى لو ما عندوش اي اعراض او ما عندوش اي تاريخ في الاسرة ان يكون عنده سرطان القولون، لازم بيعمل منظار من تحت. لو عنده فاميلي هيستوري، يعني لاب لاخت لاي حد تاني جاله سرطان القولون، بيعملها عند 40. انا معلش بقول الحاجات دي ريكومنديشنز. لو اب جاله سرطان القولون بدري، يعني قبل سن 50، أولاده بغض النظر عن سنهم بيتعمل لهم منظار، عشان في نوع من السرطان محمول على الجينات، ده بيبان في سن الأربعينات والتلاتينات. فدول لو الأب لقوله يعني لقوا عنده السرطان، بيعملوا له حاجة في الجينات، يكشفوا يشوفوا هل ده النوع اللي بيتوارث، يبقى يكشفوا على أولاده بغض النظر عن سنهم، ولا ده نوع عشوائي حصل فيبقى ما فيش داعي يقلق على أولاده، بس هو بيتابع.
فده نقطة بس تعليق على الريكومنديشن أو التوصيات اللي مفروض الإنسان يعرف عنها عشان ما يهملش في صحته. طب يبقى احنا اتكلمنا ان الأنيميا ممكن تحصل من نقص الحديد أو من نقص ان الإنسان يفقد الدم بأسرع، أو يكون عنده مثلا حد اتعور ونزف كتير، دول يبقوا النزيف المزمن يسبب أنيميا. طيب كمان اللي عنده مرض مثلا، يعني ده ما بيبقاش نقص حديد اكتر منه يعني، بس لو عنده مرض التهاب مثلا في الكلى رايح جاي لمدة طويلة، او بيجيله التهابات في العظم مثلا تعلق معاه شهور، ده بيعمل انيميا، دي نقص حديد ولا دي حاجة تانية؟ لا، دي ده نوع مختلف من الانيميا اللي بنسميه انيميا اوف كرونيك ديزيز او انيميا الالتهابات، ودي بنشوفها كتير في الناس مثلا اللي عندهم امراض الروماتيزم، روماتويد ارثرايتس، او اذا كان انسان زي ما حضرتك قلتي عنده التهاب مثلا في الكلى مزمن وبيتعالج بانتي بايوتكس، الجسم في دفاعه عن الالتهابات دي بيفرز مواد بنسميها سايتوكاينز، والمواد دي بتخلي الجسم ما ينتجش نسبة عدد كرات حمراء كفاية، بيكون في يعني حاجة بنسميها الايرون ترانسبورت، نقل الحديد من المكان بتاعه عشان يستخدم بيكون قليل، يعني الحديد موجود بس الجسم مش قادر يستخدمه، فده ما بيستجيبش ان الانسان ياخد حديد، ولكن يستجيب ان الواحد يعالج السبب الاصلي اللي حصلت بسببه الانيميا. اسباب الانيميا التانية زي ما قلنا برضو امراض الكلى عشان بسبب نقص الاريثروبروتين، وفي جروب من الهيموليتيك انيمياز اللي هي زي ما قلنا ان الخلية بدل ما بتعيش 120 سنة ممكن يكون عمرها قصير، ممكن 10 أيام أو 20 يوم، دي بتحصل بسبب أسباب وراثية زي الثلاسيميا ومثلا السيكل سيل أنيميا اللي هي أنيميا البحر المتوسط الثلاسيميا، وممكن بتحصل بسبب أمراض المناعة. احنا شفنا الشريحة دي خلايا الدم الحمراء الطبيعية، ودي صورة الخلايا بتاعت iron deficiency anemia نقص الحديد، فنشوف ان الخلية الحمراء ممكن نقول ان فاضية يعني، بنسميها hypochromic لان نسبة الهيموجلوبين فيها قليلة جدا، وايضا بتكون الخلية نفسها صغيرة خالص، يعني حجم الخلية بيبقى صغر كمان، شكلها مرضان يعني، حتى لونها مش احمر قوي عشان الهيموجلوبين، والمركز بتاعها يمكن مفضي شوية. طيب عاملة زي الدونة طاية اكتر ما كانت طاهية. اوكي، فدي الايرن ديفيشنسي. طيب انت قلت لنا حاجة على البليدنج، قصدي ان الخلايا الحمراء ممكن زي الثلاسيميا بالمرة، وبعدين نتكلم على العلاج. ممكن يعني الثلاسيميا نوع من انواع الانيميا المفروض يعني يكون بالذات في شعبنا يعني يكون معروف انه لان هي اسمها انيميا البحر الابيض المتوسط، و الثلاسيميا مرض وراثي وله درجات مختلفة، ممكن يكون حاجة بسيطة جدا اللي بنسميها ثلاسيميا تريت، وممكن في ناس بيبقى عندهم نقص شديد جدا بيكون اسمه ثلاسيميا ميجر، ودول بيعتمدوا على نقل الدم طول حياته. طب يعني الثلاسيميا والسيكل سيل والحاجات دي موجودة في مناطق خصوصا البحر المتوسط، يعني مصر واليونان والشام وكده وإيطاليا، بس بتبقى في حاجة كيماويات ناقصة جوه الخلية بتخليها تموت بسرعة بدل 120 يوم، ولا إيه اللي بيحصل؟ الثلاسيميا بيبقى فيه
عيب في الجين اللي بيكون الهيموجلوبين او الجلوبين. في نوعين من الجلوبين، واحد اسمه الفا واحد اسمه بيتا. الجين ممكن يكون في البروتين بارت، في البروتين في الجين اللي بيسبب تكوين البروتين. فممكن تكون حته ناقصه من الجين ده، او الشفره بتاعه الجينات بتكون مختلفه، فالجسم ما يقدرش يعمل الجلوبين كفايه. فبيحصل اولا انه ما بيقدرش يعمل كفايه، وبعدين بيحصل ترسيب للتشين الثانية، يعني فهم الالفا تشين والبيتا تشين بيتحدوا مع بعض ويعملوا فول هيموجلوبين، اثنين من الفا واثنين من بيتا. فلو واحدة ناقصة التانية بتبقى فيه زيادة منها، فبيحصل زي ترسب يعني، فيخلي الخلية عمرها يبقى صغير. طيب تورينا الصورة يا دكتور وبعدين هقول ليه ذكرناها. طب نكمل. مش عارف اللابتوب. اللابتوب طيب والكونكشنز مظبوطة؟ تفضلي يا دكتورة مير. So for iron deficiency anemia, I think it's important to say which foods that we can eat at home to help us with iron deficiency anemia. So the most common foods that have iron are meat, eggs, and leafy green vegetables like lettuce. And other things that have iron are liver and cereal and nuts. So it's important if somebody tells you you have iron deficiency anemia to start eating these foods that have a lot of iron in them. طيب دكتورة قالت ان الاكل بتاعنا زي الخضروات الخضراء، سبانخ وخس، دي بتبقى فيها حديد، البيض، اللحمة، الكبدة، دي مصادر حديد كتيرة. بعض البقول، أي حاجة لما بنسيبها برة وبتسود نعرف إن اللي اتأكسد فيها الحديد فعشان كده لونها سمر، فنعرف إن دي فيها حديد. الفواكه زي مثلا بعضها فيها كمية حديد. فالخضروات الطازة والفواكه واللحوم والبيض والكبدة فيهم نسبة حديد، ده لو كل واحد بياكل كفاية منها ما يجلوش نقص حديد. الأطفال على فكرة، معلش أقولها لأن دي موجودة، الأنيميا بتاعت نقص الحديد تقريبا 50% من الأطفال عندهم، خصوصا بعد سن سنة، لأن بيبطلوا أكل اللبن اللي هو محطوط عليه حديد، اللي هو اللي بيسموه الفورملا او البيب اسمه ايه، اللي هي البودره اللي بيدوبوها في الميه علشان تغذي البيبي من ساعه ما يتولد لغايه ما يبقى عنده سنه. بعد كده بيبتدي يشرب لبن، لو لسه عنده ازازه وبيشرب له 4 كوبايات 5 كوبايات لبن في اليوم، اللبن لوحده فقير في الحديد. ومش كده وبس، لو خد مثلا بضاية وحتة لحمة وشرب لبن معاه، مش بس اللبن فقير في الحديد، لكن كمان بيربط الحديد اللي موجود في اللحمة وفي البيض، يمنع امتصاصه وينزله في البراز. فيبقى اللبن كتير للأطفال مش مفيد، علاوة على ان هو ناقص في الحديد، كمان بيمنعهم ان هم ياكلوا لان بطنهم مليانه لبن، واسهل لهم يشربوا لبن عن انه يندغ وياكل. وكمان لو خدوه مع الاكل بيمنع امتصاص الحديد، فبنفضل ياخد مثلا ليمون، عصير برتقان مع الاكل عشان يساعد على امتصاص الحديد احسن من اللبن. ده الكلام اللي قالته الدكتوره ميري، ودي طبعا مهمه. ليه؟ لان احنا في ايدينا دي الحاجات اللي نقدر نعملها، بنركز عليها علشان نستفاد من البرنامج. وطبعا اللي عنده نقص حديد قوي بياخد اقراص حديد. طيب يعني زي ما قال الدكتور، اي واحدة حامل متوقعين هيجي لها نقص حديد لو ما خدتش، وابنها هيتولد بنقص حديد مخزن عنده، فلازم تاخد حديد. واللي عنده نقص حديد نتيجة الاكل ياكل مظبوط وياخد الحديد الاقراص عشان تعوض. فاحنا اتكلمنا عن انيميا الحديد، هناخد استراحه ونرجع لاخر نقطتين في الانيميا. في نقطه بس احب اضيفها دكتوره شهيره على نقص الحديد. لما الواحد ياخد اقراص الحديد ساعات بيجي له يعني تلبكات في المعده، او معدته تتعبه، فناس كتير
الدكتور يقول لها تاخد حديد وياخدوا شوية وبعدين يتعبوا. وبرضو زي ما حضرتك قلتي بالنسبة للأطفال، بالنسبة للكبار، في ناس كتير مثلا احنا في الكالتشر بتاعتنا يشربوا شاي. طب مهم. الشاي فيه تانيك أسيد، والتانيك أسيد ده بيمسك في الحديد وما يخليهوش يمتص، فيفضل إن الحديد يتاخد مع مادة مختزلة اللي هي بيسموها reducing agent زي ما حضرتك قلتي الفيتامين سي أو كوباية برتقال، ده بتخلي الحديد يمتص أفضل بطريقة أفضل. يعني حكاية أتعشى وإيه وكلمة كده بالشاي. دي مش كويسة لو المخرج بيقول لي اسمها تتعشى وتتمشى ما تحبس بالشاي. يعني ياكل ويقول لك احبس بالشاي، فده بيمنع امتصاص الحديد في الاكل اللي كله. مظبوط. طيب فمعلش ما تزعلوش مننا، اللي بيحب الشاي يخليه بعد 3 ساعات ولا حاجة، مش مع الحديد. مش مع الاكل، اوكي، ومش مع راس الحديد. نرجع لكم كمان حبة صغيرة نكمل موضوعنا، واللي عنده اي اسئلة في الجزء اللي اتكلمنا فيه او في اي حتة خاصة بالدم او اي سؤال اذا كان ممكن نجاوب عليه نتشرف بمكالماتكم. عيني عليك طول الطريق.
حمل بالي شريتك أنا وهبتك عمري أهلا بكم تاني أحبائنا. نكمل معاكم موضوعنا بتاع الصحة الكاملة النهاردة، وده عن الدم تكوينه ووظائفه وأمراضه. احنا كنا تقريبا بنخلص الخلايا الحمراء، وقلنا عن الأنيميا أو نقص أو فقر الدم، أو يا إما نقص عدد أو نقص وظائف الخلايا الحمراء، وكلمنا عن نقص الحديد وإزاي نتفاداه، ونقص الفيتامينات، وان النخاع العظمي ممكن يكون حصل له حاجة تبوظ المصنع نفسه. والدكتور عماد قال لنا ان اللي عندهم فشل كلوي بينقصهم العامل اللي بيحفز النخاع العظمي علشان يفرز، ودول بيحتاجوا يعني الناس اللي بتعمل غسيل دم، غسيل كلوي قصدي، او دياليسيز، بيحتاجوا ياخدوا حقن بالعامل ده. ايوه، واحيانا قبل ما يوصلوا حتى لمرحله الغسيل الكلوي، لو وظائف الكلى فيها فشل متقدم، الانيميا اللي بتحصل معاها ممكن تتصلح بسهوله بالحقن الاريثروبوتين، اللي هو بدل الكلى فشلت انها تفرزه فبيدهولهم كحقن. دي بتتاخد كل قد ايه تقريبا يا دكتور؟ يعني هو دلوقتي في اكتر من نوع، في نوع منهم ممكن يتاخد كل اسبوعين او ثلاثه. والناس اللي بتعمل غسيل كلوي عاده بيعمل بيدهولهم مع الغسيل فثلاث مرات في الاسبوع. ولكن في انواع مختلفه، يعني ممكن حتى يمتد لمده ثلاث اسابيع. طيب، يعني دي ملهاش حل غير ياخدوا الحقنة اللي ناقص. طيب، قلت لنا قبل ما ناخد الاستراحة ان ممكن عمر الخلية الحمراء نفسها يكون قصير ويحصل لها destruction او تتكسر قبل ميعادها لأسباب، فممكن تورينا كده شكلها وهي بتتكسر بيبقى حالها ايه؟ ايوه، نشوف مع بعض الخلية. يعني دي الخلية الطبيعية مدورة، وبعدين نشوف الخلية اللي عليها السهم دي كده، نشوف كأن حتة ناقصة منها بيسموها بايت سيل. فالخلية دي في مسيرها ان هي تتكسر، بجزء منها تكسر، وبعدين المحتويات بتاعتها والهيموجلوبين بيطلع والخلية نفسها بتتحلل. الشريحة دي من مريض عنده أنيميا المشهورة بأنيميا الفول أو الفافيزم. طيب، قبل ما نتكلم عن سبب تكسرهم وهنتكلم عليه بسرعة، معنا مداخلة. اللي معنا على التليفون يتفضل. أهلا بيك. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا دكتورة شهير؟ أهلا بيك. أهلا وسهلا. سلام المسيح معاكم. نشكرك. الحقيقه انا هدخل بيكوا على موضوع بقى كرات دم حمراء، كرات الدم البيضاء. طيب. ده كان ممكن يعني. لا تفضل، نبيضها لك. على الحقيقه من فتره كنت بعمل تحاليل كل 3 شهور او 6 شهور، فبلاقي كرات الدم البيضاء عندي ثابته، ولا بتنزل ولا بتزيد. يعني عند الحد الادنى ليها. ايوه. ما بتزيدش ولا بتزيد. كام يعني؟ هل يا ترى دي اللي بيبقى ليها اعراض مثلا جانبيه؟ حتى لان الدكتور بتاع التحليل كنت رحت لدكتور دم فقال لي لو نزلت عن المعدل بتاعها كان هيديني زي اقراص كوبالت او حاجه زي كده يعالجني بيها بحيث يزود كرات الدم البيضاء. طب سؤال لحضرتك، كان عددها كام؟ مش فاكر صدقيني. يعني مثلا ثلاثه ولا؟ كان الحد الادنى ليها. يعني ثلاثة وشوية. نزلت عنها قرأت إيه؟ طيب، وهل أنت عندك أي أعراض
اي مشاكل ابدا؟ لا مفيش اي اعراض. هو الاعراض اللي كانت عندي ان انا عندي مشكله في الانر اير يعني بقى لها فتره وما زالت معايا. ملهاش دعوه يعني. دوخه وعدم اتزان يعني ده كان اكتشاف عرضي اثناء عمله لتحليل دم وعاده لك كم مره لقاها ما بتنزلش ولا تطلع؟ حوالي مثلا 4 مرات عملت تحليل. طب اسالك سؤال تاني، هو انت اصلا جاي من منطقه حوالين البحر المتوسط؟ من مصر طبعا. طيب انا اخلي الدكتور طب اخلي الدكتور عماد يجاوبك. طيب هو كان انا بيبقى عندي مشكله في النسبه البي 12، ساعات كان بيقل بي 12، كنت باخد له حقنه كل شهر. ايوه. فبيرجع يعني البي 12 للمعدل بتاعه. فدلوقتي كانت مشكله في كرات الدم اللي هي البيضه دي. طيب. شكرا. كنت عايز اعرف بس هل ليها اعراض؟ هل ليها اخطار؟ يعني كده يعني. طيب. ماشي شكرا. لا يجاوبك ونشكرك لان انت هتوفر علينا سؤال كنا هنقوله. طب اتفضل. سلام المسيح معك. ميرسي خالص. هنجاوبك ومعانا سؤال بعد كده، اتفضل يا دكتور امان. طيب انا سعيد انك سالت السؤال ده، وده سؤال مهم جدا لان عدد كبير من المصريين او الناس اللي هي من منطقه شمال افريقيا بيجي لهم السؤال ده، يعملوا عد دم لسبب او لاخر ويبان ان عدد كرات الدم البيضاء قليل. اديك فكره ان كرات الدم البيضاء بتنتج بنسبه كبيره في البون مارو في النخاع، وبعدين بتطلع في الجهاز الدوري السيركيليشن، وبعدين بيحصل لها حاجه اسمها مارجينيشن. الخلايا دي بتقعد على الجدار بتاع الأوعية الدموية، وتقريبا بتقعد في الدورة الدموية مجرد ساعات قليلة، يمكن 6 ساعات. لما بيعملوا ايه الحدود الطبيعية للعد الدم الأبيض ده بيعتمد على الناس الموجودين. ففي رينج واسع، مثلا هنا في أمريكا معظم المعامل بتقول الرينج من 3.5 ل 10.5، يعني 3500 ل 10500. طبعا معظم الناس اللي موجودين في امريكا اصلهم اوروبيين، ولكن بالنسبه للناس اللي من شمال افريقيا ومن افريقيا عموما بتبقى الرينج ده اقل شويه. فاحنا دلوقتي يعني احنا لما بنيجي هنا احنا لسه مصريين من ناحيه التكوين والجينات وكل ده، ولكن بنتحسب مع البوبوليشن او الناس اللي هم اوروبيين. فلما بيكون حد عنده عد دم ابيض واطي بنبص على كذا حاجه. اول حاجه دكتوره شهيره سالتك هي الاعراض، هل في اعراض؟ هل بيجي لك مثلا امراض التهابات كتيره، نمونيا او انفكشنز كتيره؟ لو ما فيش معناها ان الخلايا بتؤدي وظيفتها بطريقة طبيعية. الحاجة التانية ان احنا بنبص على التاريخ، يعني مثلا نقول له طب نشوف تحليل دم اتعمل من سنة، فنلاقي ان نفس النسبة من زمان. فدول اهم حاجتين نبص عليهم. ومن كلام حضرتك يعني طبعا انا ما شفتش تحليل الدم، ولكن من كلام ان انت الحمد لله في صحة كويسة ما عندكش اي اعراض وان النسبة ما بتتغيرش، فمعناها ان ده هو الطبيعي بالنسبة لك. الحاجة التانية طبعا ودي لازم الدكتور يبص عليها بنفسه هي تكوين عدد تكوين الخلايا البيضاء، لان الخلايا البيضاء دي زي ما بنسميها كده ميكست باج، يعني مجموعة مختلفة من الخلايا. في خلايا اسمها نيوتروفيلز وبيسوفيلز وإيسينوفيلز وليمفوسايتس، دول كلهم متجمعين مع بعض هو العد الدم الابيض. فالدكتور بيبص على النسبة بتاعت كل نوع منهم، وبالذات على نسبة النيوتروفيلز اللي هم الخلايا اللي بتساعد على مكافحة الالتهابات او التلوث يعني بكتيريا. فطالما ان النسبة دي كويسة يبقى عادة ما فيش خطورة، ولكن زي ما قلت لحضرتك في الاول
التاريخ بتاعك ان هما ما بتغيروش، ونقص الاعراض دي مطمئنة. والحاجة التانية اللي تعرفها ان احنا كشعب من شمال افريقيا نسبة الكرات البيضاء بتاعتنا بتبقى اقل من النسبة المعتبرة ان هي طبيعية هنا في امريكا. انا احب يعني اعيد نقطة، طبعا انت بيجي لك الناس دول كتير مش كده؟ ايوه. طيب، لان الدكاترة اللي هنا ما يعرفوش، يعني مفروض يكونوا درسوها، حاجة اسمها ايديوباثيك. ايديوباثيك يعني ملهاش ضرر ولا لها سبب، يعني طلع كده دي حاجة كده مجرد أرقام. يعني لو في مصر تشوف المعدل بتاع المعامل يمكن ينزلوا لتلاتة بدل تلاتة ونص. وبعدين زي ما قلت حضرتك ان بقية الكرات بتاع الدم الحمراء والصفايح وكده بتبقى كويسة، يعني المصنع نفسه كويس. الكفاءة بتاعة العدد الصغير في الكرات البيضاء لو كانت مثلا 3.5 هي نفس الكفاءة بتاعة واحد عنده 5 بس جاي من المناطق التانية، يعني بتوع اليونان وسوريا والشرق والبحر المتوسط. وحتى الإيطاليين عندهم حكاية إن الكرات البيضاء واطية ساعات، مش كلهم يعني بعضهم عندهم الكرات البيضاء واطية بس الكفاءة بتاعتها مش واطية، كل واحدة بتحارب بنفس المقدرة زي أي واحد عنده ضعف العدد أو يمكن أكتر. كمان حاجة تانية، لما الإنسان بيجيله التهاب يعني مثلا التهاب لوز ويعدوله الكرات البيضاء بتبص تلاقيها بتستجيب بزيادة العدد عشان تدافع أكتر ضد البكتيريا اللي موجودة دي أو الفيروس بنفس المعدل اللي الناس اللي عندهم ضعف عدد الكرات البيضاء. فدي حاجة تعتبر طبيعية، بس معظم الدكاترة اللي هنا مش متنبهين ليها. وحتى في بعض الهيماتولوجيست، بعض الأخصائيين لما بيروحوا لهم بيقولوا لهم انت عايز اعمل لك عينة من البون مارو، لانه برضو مش بترن في ذهنهم لان ما بيشوفوش ناس من المنطقة دي كتير. فياريت المصريين اللي يتقال لهم كده يقول لهم على فكرة انا سمعت ان دي طبيعية لو ما عنديش اي مشاكل تانية وبقيت الدم بتاعي كويس، للناس اللي جايين من نفس البحر المتوسط اللي انا منطقة البحر المتوسط. أي طبعا في اسباب ان الكرات الدم تكون واطية، لازم يكون ليها يعني بتكون اسباب مرضية. طبعا مش لازم نتجاهلها، ولكن في اغلب الحالات اذا ما كانش في اعراض وما فيش تغيير من سنه ورا سنه معناها ان هو دي النسبه الطبيعيه. انما في طبعا امراض تختص بجهاز المناعه، او ساعات مثلا يكون حد بياخد دواء من الادويه يؤثر على الخلايا البيضاء ولازم يتغير. وبرده زي ما قلت الدكتور بيبص على خلايا النيوتروفيلز دي ويشوف عددها كام. النيوتروفيلز دي النوع اللي هو عامل زي الباك مان كده اللي بياكل البكتيريا. انت كنت بتلعبي باك مان؟ اوكي. طيب نشكرك على سؤالك. معنا سؤال تاني اللي معنا، يتفضل. نعمة، اهلا بيك. معك طلعة. اهلا وسهلا، اتفضل بسؤالك. حنان اشكر مسيح عايش. يعني عملت عملية الأورطة اللي هو أنيوريز. الأورطة عندي انفجرت تقريبا مرتين، ومن ساعتها بصيت لقيت إن الهيموجلوبين عندي ما بين 8 ل10، وبعد كده عندي الأي إن آر أحيانا بيبقى عالي أحيانا بيبقى لو. تعمل لي البون مارو طلعت النسبة عادية طبيعية. بالنسبة للكلى أنا عندي الليفل 3 أظن، اللي هو بيعتبر يعني عالي، ما يعتبرش واطي أو ما يعتبرش كده. فمش عارف إيه ليه نسبة الدم منخفضة. بتاخد أدوية لسيولة الدم؟ باخد أدوية لسيولة الدم اللي هو الوارفرين.
طيب تسسبكت ايه يا دكتور او تفكر يكون؟ اهلا مساء الخير يا استاذ طلعت، سلامتك الف سلامه. سلام ونعمه. شوف حضرتك طبعا الدكتوره شهيره سالتك على الوارفارين اللي حضرتك بتاخده، فطبعا جزء مهم انك تتاكد ان مفيش اي نزيف. لما عنديش نزيف ممكن لدرجه ان عملوا اللي هو الكولونوسكوبي وعملوا كل حاجه، مفيش اي حاجه. ايوه يعني دي مجرد عمليه تاكيديه، ولكن من كلام حضرتك لما تكون عملت عمليه على الاورطة معناها ان كان في تصلب للشرايين، وده جايز ما اثر على الكلى زي ما حضرتك قلت، ان سمعتك بتقول نسبه الكرياتينين وصلت لـ3، فده نوع الانيميا اللي كنا بنتكلم عليه من نقص هرمون الاريثروبويتين. في اغلب الحالات طالما البون مارو النخاع طبيعي يبقى معناها الماده المنشطه للبون مارو للنخاع ناقصة عند حضرتك بسبب ان الكلى وظيفتها مش متكاملة. فدي علاجها عادة بيكون بسيط جدا، ان بيكون حقنة الاريثروبوتين دي تنشط النخاع وتخليه ينتج خلايا حمراء تانية. طبعا الحقن دي ما بتشتغلش غير لو كان العوامل التانية كلها موجودة، نسبة الحديد كويسة والفيتامين بي 12 والفوليك اسيد، ولكن من كلام حضرتك احتمال كبير ان يكون السبب هو نقص الاريثروبوتين. طب الو. ايوه اتفضل. الدكتور اللي كان بيعالجني قال لك باخد اللي هو حقن ايبيجين. ايوه هي دي مظبوط، او اللي بيسموها بروكريت. ايوه هل حصل استجابه؟ احيانا بيبقى في استجابه توصل ل 11 11 هي الاستجابة هتستمر طول ما بتاخد الحقن، انما لو وقفتها هترجع تاني، فهي لازم ده علاج مستمر. يعني الابتين دايما او الحقن دي. ايوه مظبوط. طيب نشكرك على سؤالك، هل في مداخلة تانية؟ الو. اهلا بيك اتفضلي يا حبيبتي. مساء الخير يا دكتورة شهيرة بنت الرب. اهلا بيك. تعيشي حبيبتي. انا عايزه بس اسال الدكتور، انا يعني سني 57 سنه، وبعدين بقالي خلال 3 سنين بعمل تحاليل الدم يعني من سن 54، فكانت بتطلع النسبه اللي هي في الوايت سيل ما بين 2.9 لـ 3.30 لـ 3.25، ما زادتش عن كده. دي الوايت سيل. الريد سيل ما بين 439 4.39 4.44 4.25. الهيموجلوبين ما بين 12 لـ 12.9 لـ 13. ومين فيهم اللي قلقك يا مدام؟ نعم. مين فيهم اللي قلقك؟ اللي قلقني الوايت سيل، لان الدكتور ساعتها قال لي لازم تروحي تشوفي دكتور في الدم، وانا فهمت وقلت له انا جايه من مصر وده عندنا، فكل مره يقول لي على مسؤوليتك على مسؤوليتك، بيقلقني الكلام ده شويه. ما بيقول لي انا هل يجاز يكون الكاونت بتاع المعمل عندنا مثلا هاي او ده نورمال؟ يعني مش عارفه يعني. طيب. يعني بقالك 3 سنين بنفس العد والكرات الحمراء كويسه وما عندكيش اي التهابات متكررة، التهابات في الرئة في الزور، جروح في الجلد، ما عندكيش اي حاجة؟ لا. طيب تجاوبها. فدي برضو طبعا نفس اللي سمعناه قبل كده، احتمال كبير ان يكون ده هو النسبة الطبيعية عند حضرتك. زي ما قلنا ان في الشعب بتاعنا نسبة كرات الدم البيضاء بتبقى اقل من النسبة اللي بيحددها المعمل هنا في امريكا. الحاجات المطمئنة زي ما دكتورة شهيرة قالت لك ان هي ما تغيرتش وان حضرتك ما عندكيش اعراض. اذا كان الدكتور بتاعك الان ما فيش مانع انك تشوفي اخصائي يطمنك ويبص بنظرة يعني نظرة الاخصائي، يشوف الخلايا التانية ودي تبقى يعني ان شاء الله ما يكونش في اي حاجة تانية. بس انا اكتب يعني، مش اقول لك تعبانه ولا ببذل يعني بمشي وبتحرك، مفيش اي مشكله. هو بس لما بيطلع التحليل ده هو اللي بينبهني عليه، فشويه بيقلقني. ما هي دي نفسها، بس حضرتك دي اللي اسمها ايديوباثيك
IDIO PATH ETIC. That's it, right? Yeah. Mm-hmm. Okay. Idiopathic neutropenia. NEUTROPENIA. لو ممكن تقولها لي تاني دكتورة بس. طب سيبي نمرتك، سيبي نمرتك وانا اقولها لك عشان تدخلي على الانترنت تطبعيها وتديها للدكتور بتاعك. حاضر. طيب سيبي نمرتك. طيب حاضر معايا. تحب اقول الاجابة عن الاسئلة الدينية؟ انتي لسه فاكراهم؟ اها. طيب طب ناخدك لان احنا اتفضلي. طيب في سبتمبر 3 سبتمبر عيد الاباء ابراهيم واسحاق ويعقوب. ايوه. 11 سبتمبر السنة القبطية عيد النالوز. 12 سبتمبر يوحنا المعمدان استشهاده. برافو عليك. 17 سبتمبر الست رفقة ان شاء الله بكرة واولادها. 18 سبتمبر زكريا والد يوحنا المعمدان. وبعدين 8 سبتمبر الملاك رفائيل. طب اقول لك بقى، خلي فرصه للتانيين لان انت كده. طيب اوكي. تستاهلي كتابين او كتاب وصوره، فنشكرك. انت كلامك مظبوط ودي مناسبات حلوه، ولو سمح لنا الوقت نبقى نعلق على بعض النقط. نشكرك خالص. طيب حبيبتي، تحب اسيب اسمي في الكنترول لو سمحتي؟ اوكي شكرا دكتوره شريف. معانا مكالمه تانية. هلو المخرج. مساء الخير. مساء النور حبيبتي. اتفضلي حبيبتي. مساء الخير. اهلا بيك. انا بشكركم على البرنامج الجميل ده، بنستفيد منه كتير قوي. من فضلك انا عندي باركنسونز. اتفضلي. ده مرض اعصاب. والدكتور قال لي ما اخدش B12. ما تاخدش ولا تاخد؟ ما اخدش فيتامين B12. وبعدين عندي ثلاسيميا ماينور. طيب احنا سامعين حبيبتي. بعدين عندي ثلاسيميا ماينور. طب انا هقول لك حاجه حبيبتي. عندي كرات الدم الحمراء صغيره، وبعدين الحديد مش مع الهيموجلوبين طب اقول لحضرتك حاجه، احنا عشان سامعينك وسامعين التلفزيون بتاعك في نفس الوقت، احنا هنتكلم شويه على الثلاسيميا، بس برضو سيب لنا نمرتك عشان انت سؤالك عايز دكتور اعصاب نوصل نمرتك ليه، وعايز كمان الدكتور يكلمك على ليه قالوا لك ما تاخديش فوليك اسيد وكده، يعني عايزين نستفهم منك على شويه حاجات، فعشان اديكي حقك سيبلنا نمرتك وهنتصل بيك. الحديد ما بينفعش في الثلاسيميا. لا ما انا عندي نقص حديد، ولما باخد حديد بيترسب في الدم وما بيتحسش بالهيموجلوبين. طيب انا هقول لك هنتصل بيك عشان يمكن نحتاج منك بعض التحاليل عشان نديكي حقك في الاجابه، لان موضوعك مركب شويه. فسيبيني نمرتك واسمك الله يخليكي، وانا بعد البرنامج هاخدها وهيرد عليك الدكتور عماد بعدين هيطلبك، وكمان دكتور اعصاب. شكرا. اللي معانا التاني يتفضل. الو مساء الخير. اهلا بيك اتفضل. مساء الخير يا دكتور عماد. انا ممكن بس ربنا يعوض تعب محبتكم، ممكن اسال سؤال بس؟ شور اتفضل. انا كان يعني عمري 39 سنة وكان جالي كانسر في تحت الفك، فالدكتور عمل لي عملية شال فيها الغدد العصبية وشال فيها الورم اللي كان تحت الفك، وطبعا عشان يربط العصب بتاع الفك قال لي ممكن بعد 6 شهور يربط عصب الفك، وبالتالي عصب اللسان لأنه شال نص اللسان. فبعد 6 شهور لما فات المدة كلها ما ربطش عصب اللسان ولا ربط عصب الشفة، وبالتالي أنا دلوقتي على طول عندي ألم في اللسان وفي الفك، وده مسبب لي نوع من الرعب إن ممكن الكانسر يرجع تاني، والألم ده لما سألت الدكتور قال لي ده ممكن يقعد فور ايفر، يعني أنت تعيش على المستكنات. حضرتك ساكن في أنهي ولاية؟
أنا ساكن في تينيسي. طيب، أولا أنت كلامك واضح خالص، فنشكر ربنا يعني اللي فاضل بيشتغل زيه زي الطبيعي. إذا كان شالك الثيرويد، أي علاقة ليها بالدم إنها ممكن تسبب لك أنيميا، فبتاخد تعويض للهرمون بتاع الثيرويد. أما بقى تفاصيل العلاج بتاع السرطان اللي اتشال، فمعلش سيب نمرتك، وبرضو معلش يا دكتور عماد تبقى تجيلك فرصة تطلبه عشان ياخد منك برضو التفاصيل، وإذا كان يطلب منك بعض التحاليل أو الميديكال ريكورد اللي عندك عشان يجاوبك. كان في بس سؤال اتفضل سريع كده عشان مش عايز أعطلكم. لا اتفضل. هو على طول أنا باستمرار، طبعا هو أنا باخد الباكسل دوت اللي هو فور ايفر برضه، فعلى طول بيسبب لي زي نوع من الخمول والتعب باستمرار، يعني لازم اخده كل يوم، فانا مش عارف اداوم باستمرار حياتي، لان على طول اقوم من النوم ابقى عايز انام تاني. هو الباكسل ده عشان الانكزايتي والديبريشن، فيعني ما هوش حاجه ضروريه للمرض في حد ذاته، هو مديهولك يمكن عشان نفسيتك تتقبل الظروف، وطبعا دي حاجة نسبية، ممكن يقللوا ممكن ما تحتاجوش. إذا كان بينيمك الدكتور اللي وصفه لك تقول له إن بينيمني، وأنا أجرب نص الجرعة مثلا يمكن أقدر أعيش حياتي يعني وأنا مبسوط ومن غير ما أفضل نايم وهمدان، لأن الباكس اللي هو مديهولك يمكن عشان يعوض. هو عطاني جرعة عالية يعني. طيب ناقش مع الدكتور اللي كتبهولك يجربك على جرعة أقل بالتدريج وتشوف. طيب أنا شاكر. طيب وبرضه سيب نمرتك عشان الدكتور عماد هيطلبك وياخد منك بعض المعلومات إذا كان يديلك إجابة عن الموضوع الأساسي. طيب بنشكر المداخلات طيب أفكركم بالسؤالين بتاعنا. السؤال الأولاني كان أعياد الكنيسة اللي في أول في النص الأولاني من شهر سبتمبر، وزي اللي جاوبت عليهم الأخت اللي فاتت، وإيه هي الأنيميا. هناخد المكالمات ونجاوب عليها وبعد كده نكمل موضوعنا، نرجو الوقت يسمح. اللي معنا يتفضل. ألو، مساء الخير يا دكتورة. أهلا بيك. أنا كنت عملت عملية ليفر ترانسبلانت وعند الوايت سيل، طبعا عطوني أدوية زي بروجراف أند سيل سيت عشان المناعة بتاعتي تضعف، فأثر على الكرات البيضاء عندي 2.4. هل دي يعني مشكلة كبيرة؟ دكتورة ميري تجاوبي. لا 2.4 ما عندكش أي مشاكل يعني؟ لا أنا صراحة يعني صحتي بقت كويسة، بس أنت يعني لما بتقولي لازم تكون 3، فأنا بصيت في البلاد وورك بتاع لقيتها 2.4. طيب اتفضل يا دكتور عماد. الأدوية بتاعت الريجكشن زي البروجراف والحاجات دي ساعات بتأثر على عد الدم الأبيض، فلازم طبعا يكون في متابعة عشان يتأكدوا ان عدد النيوتروفيلز بتاعك بيفضل ان هم يكونوا اكتر من 1000. فدي حاجة طبعا اكيد في دكتور متابعك، هما بيبقوا دكاترة الترانسبلانت بتوع الليفر بيبقوا عارفين كويس ان الأدوية دي بتأثر على عدد الدم الأبيض. الأدوية دي مهمة جدا عشان الكبد يفضل في حالة كويسة، وإذا نسبة النيوتروفيلز نزلت عن حد معين ساعات يقللوا الجرعة أو حاجة زي كده. ففي الحالة بتاعت حضرتك دي لازم متابعة الدكتور بتاع الليفر ترانسبلانت باستمرار. أنا تحت الليفر ترانسبلانت يونت تل ذيس مانث، أنا بقالي 6 أشهر عامل العملية وهم بيتابعوني باستمرار، ودي هيبقى الشهر السادس ليا بعد العملية. ربنا يكمل. حلو خالص، ربنا يكمل معاك، يعني ربنا حط ايده معاك.
هو اللي بيقول الدكتور مش العد بتاع كل الخلايا، مش هو ده اللي مهم قد عدد نوع معين اللي هو بيدافع عن الجسم ضد الميكروبات والبكتيريا. ده جزء من الخلايا البيضاء، يعني ال 2.4 دي يمكن فيها عدد كفاية من النوع المهم لمقاومة الميكروبات. فهم أكيد عارفين الكلام ده وطبعا تتابع معاهم. شكرا دكتورة. وطبعا لو حصل لك أي التهابات في الجلد، أو حصل لك إن أنت لقيت بيجي لك أنواع كتير من البرد والتهابات الزور وكده، لازم تعرفهم. لا ما فيش حاجة بتحصل. نشكر ربنا، نشكر الرب على ذلك. مكالمات تانية معنا، اللي معنا يتفضل. أهلا بيكم. مساء الخير. أهلا وسهلا. مساء الخير دكتور ماري، مساء الخير دكتور عماد، مساء الخير نورت لوجوس دكتورة شهيرة. أنا الله يخليك، هتخليني أطفي النور وتعرف إن مش أنا ده النور. اتفضل بسؤالك. لا الإجابة بتاعت حضرتك بتاع السؤال الروحي، معلش اسمحي لي يعني اتفضل. على البرنامج الصحي، إن هو بنحتفل بعيدين كبار أوى، وهم القديس العظيم القديس موريس قائد الكتيبة الطيبية، ومعاه القديسة فارينا وهي خدمت معاه في نفس المكان. في ده إمتى دول؟ النهاردة كان عيدهم. أنت عارف إحنا في شهر إيه؟ إحنا في ديسمبر. إحنا في النهاردة، احنا في 6 توت، اللي هو 16 سبتمبر. ف انا احتفظ باجابتك لمعادها. عندك اجابة تانية؟ لا ما عنديش اجابة تانية، خليها. طيب حضرها لكمان شهرين ثلاثة ناخدها منك. بس احنا طيب نشكرك خالص، بس هما طبعا قديسين عظيمين نذكرهم في اي وقت. طيب معنا معنا مكالمات تانية. اللي معنا اتفضلي. الو. اهلا بيكي. مساء الخير، ازيك يا دكتوره سيرة؟ اهلا وسهلا. ازيك يا دكتوره عماد؟ ازيك يا دكتوره ميرك؟ اهلا. لو سمحتي انا عندي سؤال. انا ليا قريب ساكن في نيوجيرسي وعنده فيروس سي. ايوه. بقاله 3 سنين هنا واخد فيتامين، بس معهوش ميديكيت، معاه سيرتيفيكيت، مش عارف يتوجه لاي مكان علشان يعمل يعني تحاليل وحاجات. هو في انهي ولايه حبيبتي؟ في نيوجيرسي. طيب احنا اتكلمنا على فكره على النت، لو تدخلي على لوغوس بروجرامز وفي التسجيلات هتلاقي برنامج اخير عملناه من شهر، هتلاقي دكتور الصوره فيها دكتور بيتر روان، هتشوفوا شكله يعني هو ايرلندي. كليكي على الصوره دي هتشوفي البرنامج اللي عملناه على الهيباتيتس سي وعلى الريسيرش، اللي هو ممكن يتصل بيهم وينضم للريسيرش بتاع العلاج الجديد. هو حقيقة موجود في كاليفورنيا، بس هم ممكن يساعدوه إذا كان في ريسيرش تاني مماثل مش هو بالذات في نيوجيرسي. هلو؟ هلو؟ سمعتيني حبيبتي؟ أنت سمع. أيوة سمع، بس كان في واحد في مفيش في نيويورك واحد يعني دكتور وكده؟ طب أقول لك حاجة، أنا عندي الأرقام مش حافظاها يعني، سيبيلي نمرتك وأنا هتصل بيكي. طيب كتر خيرك. اذا العفو. معانا مكالمات تانية. اللي معانا يتفضل. اهلا بيكو. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، اتفضل. مساء الخير. مساء النور. انا ساكن في سان دييغو وتعبت في شهر نوفمبر، كنت تعبان قوي، رحت على المستشفى بقى عملوا لي تحاليل واشعاعات، ظهر عندي نقصان في الدم كان حوالي 7 هيموجلين طبعا، فادوني دم وبعد كده يدوروا اي حاجه نقصان جاي منين مش عارفين، يعني كله سليم، لا من البطن ولا من المعده ولا من البق من اي حاجه. عملوا لي بايوبسي فطلع ان عندي انيميا. بايوبسي من النخاع العظمي؟ ايوه ايوه اوكي. فعملوا لي
بيوبسي ودوني كيمو لمدة 6 أشهر، كان بيدوني كل يوم إبرتين بالبطن. بعد ده هو خلصت الكيمو وكل حاجة، الدكتور قال لي لازم أعمل لك بيوبسي تاني. عمل بيوبسي لقى ما تقدمش قوي، قال لك أكثر من 4%. قال هدي لك أنا حقنة كل أسبوع عشان تقلل الدم، بدل ما تاخده كل أسبوعين تاخده كل شهر أو يمكن أكثر. فبعد كده اللي عمل لي التحاليل بتاع الدم ده قال لي ما ينفعش الإبرة دي، فأنت هتعيش على الدم كل شهر أسبوعين ثلاثة وتاخد دم، فمش عارف أعمل إيه. قالوا لي على حاجة غريبة أوي سمعتها وقريت عنها شوية، أوزون ثلاثة، هل ده بيفيد حاجة؟ أنا مش عايز أخف، بس هل يفيد؟ كله فرق في إيدي يسوع، في قلبي يسوع وحبي يسوع، فمش عارف أعمل إيه يا دكتور. طيب ألف سلام عليك. ممكن أسأل حضرتك كده بس شوية أسئلة؟ عمر حضرتك إيه؟ 84. بس أنا كان عندي نشاط أكتر من حفيدي يعني. أي يعني كان كويس أوي 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 أوي. وهل حضرتك تفتكر اسم الكيموثيرابي اللي ادهولك؟ لا ما قاليش على اسمه، دي حقن بيديني حقنتين في البطن. أيوه، في حاجة مثلا اسمها فايدازا أو داكوجين؟ لا ما بعرفش الحاجات وأنا قريتها. طيب. يعني طبعا من غير الاسامي مش حاضر اقول لك بالظبط، انما غالبا حضرتك عندك حاجه اسمها مايلو ديسبليجيا، ودي بيبقى مرض في الخلايا الجذعيه اللي هي بتكون كل مكونات الدم. فبيحصل كل ما بنتقدم في السن بيبقى نسبتها اعلى، ان الخلايا الجذعيه مش قادره تكون عدد الخلايا المطلوبه في الجسم. ففي انواع علاج ما هياش يعني 100%. حضرتك غالبا اخدت الكيموثيرابي ممكن يعني طبعا هما دول العلاجين الموجودين، الكيموثيرابي او الحقن اللي هي البروكريت دي منشطات للنخاع، ساعات بيستجيب ساعات ما بيستجيبش. واضح من كلام حضرتك انه ما حصلش استجابة. أيوة. فالعلاج هو زي ما الدكتور قال لك بيبقى بنقل الدم. أيوة. ساعات كل اسبوعين كل 3 أسابيع. وممكن يعني طبعا يمكن النشاط هيقل شوية، ولكن ممكن تستمر على دي لفترة طويلة طالما ما حصلش تقدم في نوع المرض نفسه. الحاجة بس الدكتور هيتابعها معاك هي نسبة الحديد، لان لما بتاخد نقل دم باستمرار نسبة الحديد ممكن تزيد، ولازم لها علاج عشان ما تزيدش عن الحد المطلوب. طب يا دكتور والأوزون ثلاثة اللي بقولوا عليه ده؟ الحقيقة أنا ما سمعتش عن ده علاج لأمراض الدم، فأنا مش حاضر أفيدك يعني، ما افتكرش فيه. يا دكتور ما سمعتش حضرتك. الو سمعت عنه سيادتك يا دكتور؟ مش لامراض الدم. لا ما لا بيعمل حاجات كتير، بس كل ما فيه اذا كان مثلا بدل ما باخد كل اسبوعين اخد كل 4 مثلا ولا حاجه. يعني دي حاجه بتعتمد على نسبه الهيموجلوبين عند حضرتك. لو يعني في ناس تقدر تقعد 4 أسابيع ممكن تستمر، يعني هي حسب هل انت لما بتاخد نقل الدم بتحس انك نشاطك اتحسن؟ قال 100% ببقى طبيعي خالص. وبعد اسبوعين بتبقى حاسس ازاي؟ بعدين لما باجي بعد اسبوعين كده بحس شويه حاجه جسمي تقلان، او ما اروح احلل ابص الاقي جالي مثلا الدكتور قال لي اقل من 9 لازم تاخد 2 باج. مظبوط الكلام ده يا دكتور؟ يعني انا عاده يعني ممكن في ناس بتعمل نقل الدم عند 8 أو 9، ولكن هو الافضل حسب احساس حضرتك. لو يعني في واحد يبقى عنده نسبة الهيموجلوبين 9 وكويس بيعمل حاجاته اليومية من غير تعب، فممكن ما ياخدش نقل دم. اذا كنت تعبان جدا ونسبة الهيموجلوبين 9 يبقى تحتاج نقل دم، فهي احسن حسب الاعراض بتاعت حضرتك مش الرقم. هل صحيح ان
بعد شوية جسمه هيتعود على هيموجلوبين واطي شوية، بحيث يقدر يعمل مجهود على 9 ما كانش بيقدر يعمله قبل كده. بيحصل شوية adjustment، وهو طبعا الشخص نفسه بيبتدي بقى يعني يعمل الاكتيفيتيز اللي يقدر يعملها بهذه النسبة. كمان نقل الدم، ساعات الدم بيبقى لسه طازة عن دم تاني، فممكن يطول في المدة بتاعته. ممكن في قبول للدم حسب النوع. طيب انت نشكرك، فتحت لنا حتة بسيطة عن نقل الدم كنا هنتكلم عليه. أرجو الوقت يسمح لنا. إذا كان في مكالمات تانية أهلا بيها. أهلا بيكم. أهلا أهلا اتفضل. أهلا ازيك يا دكتورة؟ أهلا يا أستاذ مجدي عازر. ازيك؟ أنا بأهنئك على هذا البرنامج الجميل، وبأشكر وأهنئ ضيوفك الكرام. هم السبب، نشكرهم. أنا فعلا معجب جدا بالبرنامج، بس أنا عايز أشترك في المسابقة. انا اعتقد ان انت هتاخد مصاصه مش كتاب. نعم هندي لك مصاصه مش كتاب. لا 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 لا، هاخد الكتاب. طيب اوكي. طب اتفضل حضرتك. بس انا اعتقد ان القديسين هو القديس موريس والقديسه فيرينا، ايوه، بلس القديس يوحنا المعمدان، ايوه، دول القديسين المعاصرين. بالنسبة للسؤال الطبي، الأنيميا هي فقر أو نقص في كرات الدم البيضاء أعتقد. أنا درست محاسبة مش طب. أنت متابعنا من لا أنت متابعنا من قد إيه يا أستاذ محاسب؟ لا أي هوب إن أنا كسبت المصاصة ده. طيب لا أنا بشكرك. لا نشكرك خالص طبعا انت دكتورة. طيب على مجهوداتك وعلى البرامج الحلوة جدا اللي بنسمعها منك. الله يخليك بجد، يعني انت صوتك المفرح دايما بيشرفنا وبيفرحنا. طب انا هجاوب الاسئلة عشان نقص الوقت، وبعد كده نكمل مواضيعنا. عيد النيروز طبعا كان 1 توت، اللي هو كان 11 سبتمبر، وده تقريبا احنا عارفين ان السنة القبطية هي اكتشوالي السنة المصرية القديمة اللي كانت من ايام الفراعنة، اللي على اساسها خدها اغسطس قيصر وعملها السنة الميلادية. فالسنة الميلادية ترجع اصلها للسنة المصرية القديمة اللي هي تكملتها السنة القبطية، وعادة بتبقى في نفس الوقت تقريبا كل سنة حوالي أول أسبوع من سبتمبر. كان أول يوم فيها طبعا كان في استشهاد التلميذ بارثلماوس، واحد من الـ 12 رسول، وده بشر في شمال أفريقيا وبشر في الحتة بتاعة البربر واستشهد. احنا قلنا كل الـ 12 قديسين القديسين التلاميذ استشهدوا إلا القديس يوحنا الحبيب، اللي يعتبر من أعظم الشهداء بحياته. يوم 2 توت كان القديس يوحنا المعمدان زي ما قال الأستاذ مجدي عازر، واستحق الكتاب وكذلك الآخرين. القديس يوحنا المعمدان استشهد بقطع راسه. يوم 5 توت اللي هو 15 كانت قديسة عظيمة خالص اسمها القديسة صوفيا بمعنى اسم الحكمة، دي اللي هي كانت في منطقة تركيا واستشهدت، واتبنى لها كنيسة من أجمل وأعظم الكنائس اللي هي كنيسة القديسة صوفيا، اللي تحولت لجامع ودلوقتي بقت متحف، ودي في اسطنبول دلوقتي اللي هي كانت القسطنطينية قبل كده او بيزنطة قبل ما العثمانيين يسموها اسطنبول. كمان النهاردة كان استشهاد حسقيا النبي اللي تنبأ عن ميلاد المسيح من عذراء وتألماته. انا كاتباه بالانجليزي اشعيا. وطبعا كان في حد فيكم ذكر على فكرة كمان بكرة استشهاد او انتقال القديس ديسكوروس، اللي هو
حارب بدعة الطبيعتين والماشيئتين اللي الأنبا شنودة قدسنا البابا شنودة العظيم حاول يمشي اللي كان بيحاول القديس ديسكوروس يعمله، ونفي ومات في النفي بتاعه. كنيستنا دايما مليانة وفي حاجات كتيرة في النص، بس نشكركم على إجاباتكم، واللي جاوب هنبعت له الكتاب. طيب معنا مكالمة كمان ونكمل موضوعنا. مدام أجوني ميساك، هيوصلك حاضر الكتاب أو الصورة حسب طلبك، والأستاذ جورج نادر رزق الله. الإجابة بتاعت السؤال الطبي أن أنيميا هي فقر الدم الخلايا الحمراء، وأكيد في حد جاوبه، يبقى ناخد أسماءكم. الأستاذ جورج ميساك، جورج نادر رزق الله. طيب الأشخاص دي كلها يوصل لها الكتاب. في تليفونات تاني؟ طيب انتوا الناس بتحبكم، اللي معانا يتفضل. أنا كنت بجاوب. أهلا وسهلا، قول لنا. هلو؟ أيوة اتفضلي حبيبتي، احنا سامعينك. عارفه وطي التلفزيون او ابعدي عنه خالص، اسمعينا من التليفون بس عشان في فرق في الزمن بين الاثنين. هلو؟ ايوه انا كنت، ايوه حبيبتي، ما تسمع، وطي التلفزيون او اطفيه او حطيه على ميوت. اتفضلي. كنت بجاوب على الاسئله. طيب اتفضلي، انا سامعاكي. انا كنت بجاوب على الانيميا، فقر الدم. الانيميا فقر اني دم؟ الهيموجلوبين في الخلايا الحمراء. طب برافو. وكنت بجاوب برضو على السؤال بالناحية الدينية، رأس السنة القبطية كانت 11 سبتمبر. أيوة. وتكريس كنيسة الصليب المجيد يوم 27 سبتمبر. مظبوط. وبرضو قديس يوحنا كانت 12 سبتمبر. طيب احنا بنشكرك خالص. و أنا اسمي إيفا حنا. اهلا وسهلا دام ايفا، حاضر هنبعت لك الكتاب، ودايما تابعينا ونشكرك على ان انت عرفتي ان الانيميا يعني اديتينا تعزيه ان البرنامج وصل والمعلومات. معنا تليفون كمان. اهلا. هلو، اللي على الخط يتفضل. مساء الخير دكتوره شهير. مساء النور. مساء الخير على حبايبك كله. اتفضلي يا حبيبتي. معلش انا عندي سؤال، معلش انا كنت عملت تحليل سكر، انا ما كانش عندي، يعني ما كنتش بشكي بسكر قبل كده، فعملت تحليل فطلع 132. فالدكتور، ايوه هلو. طب اتصلي بينا تاني حبيبتي، الخط اتقطع. طيب نكمل الحته بتاعت الخلايا الحمراء لما عمرها بيقصر. تورينا الفيديو تاني يا دكتور عماد لو سمحت، قصدي الصورة. الخلايا بتاعت، انت وريتنا دي بتاعت الجي 6 بي دي. ايوه. والثلاسيميا. طيب نشوف دي شريحة دم للثلاسيميا. بيحصل تكاثر لبعض الخلايا بسبب ترسب الهيموجلوبين او الشين بتاعت الهيموجلوبين الزيادة، ودي اللي شفناها قبل كده اللي هي البايت سيلز من الجي 6 بي دي او الانيميا الفول. طيب قبل ما ناخد المكالمة الاخيرة، تقول لنا دكتورة ده الثلاسيميا عشان دي موجودة في البحر المتوسط، ايه سببها وايه خطورتها يعني بسرعة؟ جي 6 بي دي الأول. G6PD. Okay. Yeah. G6PD. For G6PD, happens a lot among Mediterraneans, like our culture. It happens a lot in Italians and Greeks. And usually the cause is eating fava beans, so eating fool, like we said. But it's usually the skin of the fool that causes the G6PD deficiency. And usually if you eat falafel, then it doesn't cause you to have that deficiency, because it's only the skin. So sometimes even after you eat that, you feel the symptoms of anemia, like tired and dizzy, and no energy because of that. Okay.
طيب فدي الديفكت بيبقى فين؟ الديفكت بيبقى في انزيم من الانزيمات اللي بتنظم الانرجي بتاعت الكرات الدم الحمراء، لما أدوية معينة زي السلفة وأدوية الملاريا أو الفول المصري اللي احنا بناكله الفافا بينز بتسبب تأكسد، ودي بتسبب ان الهيموجلوبين يترسب والخلايا بتتكسر، فبيحصل أنيميا حادة، وممكن يحصل معاها الجوندس اللي هو الصفرة بسبب الخلايا بتتكسر كتير. وفي النوع اللي موجود في مصر هو نوع سيفير يعني، فساعات بيبان اول ما الطفل يتولد انه يبقى عنده نيونيتال جوندس، بيبقى عنده صفرة للحديث الولادة، او اول مرة ياكل فول بتحصل له انيميا حادة، ولكن ممكن بتتكرر بعد كده اذا ما كانش معروف الهيستوري او التاريخ بتاعه. طب انا عندي الحقيقة كام حد من المرضى اللي بشوفهم من مصر وحد من جزيرة في البحر المتوسط. الحكاية دي معلش انا اذكرها، هي بتتنقل وراثية، بس العامل الوراثي اكتشولي بيبقى الام حاملة المرض ويبان اكتر في الذكور، بس ممكن يبان في الاناث يعني في البنات برضو لو العامل الوراثي اللي حمله هو اللي كان بيشتغل اكتر بنشاط اكتر في البنات، فبتبان اكتر في الاولاد عن البنات. ودي بيسموها لما ياكلوا الفول بقشره او ياخدوا الادويه السلفة بالذات، احنا ما بنستعملش السلفة كتير الايام دي، بس في دواء اسمه باكترين، في دواء اسمه سترا، دول من ضمن تكوينهم السلفة. الادويه بتاعه الملاريا زي ما الدكتور قال بتنشط النقص اللي موجود في الخلايا الحمراء فتقوم منفجره، وبالتالي بيحصل انيميا فجاه لان عدد كبير من الخلايا الحمراء انفجرت. واحنا قلنا ان الكبد ما بيلحقش ينظف نتيجه الكيماويات اللي خارجه من الخليه الحمراء دي، فبيحصل لهم اصفرار في البياض بتاع العين، وساعات الجلد كمان يبان. بتختلف من شخص لشخص حسب الانزيم اللي ناقص ده او الحاجه المتورثه بقوه قد ايه، يعني ممكن يبقى عنده مرحله ضعيفه زي البنات مثلا بيبقى عندهم، بس بأضعف من الأولاد. وعلاجها إن احنا نتفادى، ملهاش الحقيقة علاج إن يغير طبيعة الكيماويات اللي ناقصة جوه الخلية، لكن بيبقى بتفادي المسببات. حكاية الفول دي مشهورة قوي، عشان كده في ناس كتير يقولك ما اقدرش اكل فول، بس لو قشروه ممكن يتاكل. عشان كده الدكتورة ميري قالت لنا نقطة لطيفة، ياكلوا طعمية لانها بتبقى معمولة من الفول المقشر، ما ياكلوش فول. والبقول التانية ما فيهاش المادة اللي موجودة في قشرة الفول، فممكن ياكلوا فاصوليا ولوبيا والفول الصويا. ودي تنبيه علشان الناس دول بيبقوا عادة عارفين، فاللي عنده العامل الوراثي وعنده بيحبوا يتشكوا اولادهم عندهم الاستعداد ولا لا، ودي بتبان في سن بدري، فزي ما قال الدكتوره مات حتى من الطفوله المبكره بيبان عليهم الموضوع ده. طيب ناخد مكالمه تاني معانا. اهلا بيكم على الخط. طيب اهلا بيكي. اهلا، مساء الخير يا دكتوره شهيره. اهلا وسهلا، اتفضلي حبيبتي. شكرا خالص. معلش انا عندي سؤال، معلش انا عملت تحليل السكر في الدم صايم، جبت الجهاز في البيت وعملت فطلع 108، كان صايم 108 السكر. هل كده يبقى فيه؟ لا حبيبتي، 108 ما بيعتبرش غير طبيعي، هو يعني السكر الحقيقة التشخيص بتاعه اختلف حديثا.
اوكي سو يعني ايه مش هقول لك اتفضلي دكتوره مي. اوكي سو ا فاليو اوف 108 does not mean that you have diabetes and it doesn't even mean that you have pre-diabetes. So pre-diabetes is 110 to 126 and above that is when you have diabetes. So you're close to being pre-diabetes, so I would just change what you eat in the diet so that you don't develop it later on, but you don't have diabetes now. اوكي سمع بتقول لك الصايم اقل من 110 ما ينقلقش لغايه 126. لو زاد عن 126 وانت صايمه ده بيحتاج التحاليل الثانيه عشان ياكدوا فيما ولا لا، لكن 108 معناها انت قربتي شويه، فخلي بالك من الاكل، بطلي النشويات والسكريات وكلي مور بروتينات واعملي شويه اكسرسايز وبس كل كم مره واسبوع كل كم شهر يبقى برضو شكي صباعك. لو وصل ل 120 وانت صايمه او اكتر من 126 يبقى تتشكي مع الدكتور بتاعك بيعمل حاجه تانية. طب هو لو انا واكله مثلا، لو هو فطر وطلع نسبه غديه، هو اللي بخطر مثلا البوست بارنتال هاو هاي وود بي بيفور شي وري اباوت ات. After eating, it should be less than 200 after eating. So it shouldn't be more than that. يعني but there's a new test to test for diabetes, and the new guidelines say that you have to go by a test called hemoglobin A1C. And the hemoglobin A1C above 6.5 means that you have diabetes. So that is the gold standard for testing for diabetes, and it's better than doing the sugars to test for that. اوكي فهي بتقول لك بعد الاكل ممكن يوصل ومفروض قالت الليست ده 200، لكن هم بيعملوا الراندم يعني في اي وقت ما يزيدش عن 126. لو لقيتيه اكتر من 126 في اي وقت يبقى تتابعي، وبيعملوا لك معدل السكر بتاع الثلاث شهور اللي هو الاي 1 سي عشان يعرفوا هل انت طالعه نازله، لان محتمل يكون البنكرياس بتاعك يعني مش قادر يتنبه في الوقت المناسب. انا معلش يا دكتور، انا عملت التحليل وانا فتره كنت واكله يعني حته كيكه انا عاملاها في البيت كده وصغيره خالص قليله خالص، طلع 132. I mean, that's probably because you ate something that has high sugar, and even though it was a small piece of cake, it could still affect your sugar. So I would just follow up with the doctor and he can do the hemoglobin A1C. That's the best test to do. عرفي الدكتور بتاعك الرقمين اللي جبتيهم دول، يعمل يمكن يعمل لك حاجه اسمها تولرنس اللي هو بيقيس لك قبل وبعد ما تشربي حاجه فيها كميه معينه من السكر ومعدل الثلاث شهور. بنشكرك لان سؤالك هيفيد ناس كتير. شكرا حبيبتي، معلش. طيب معلش ممكن اقول حاجه؟ معلش اتفضلي. انا الشاي بشرب الشاي ما بحطلوش سكر نهائي خالص سيده، ما بحط السكر خالص في اي حاجه، حتى لو عملت ايسون ولا نعناع من غير سكر خالص. وما باكلش رز ولا مكرونه. بس حبيبتي اللي بيجي لهم سكر مش نتيجه ان هم بياكلوا سكر كتير قد ما نتيجه ان الانسولين بتاعهم يا اما ما بيتفرز في الوقت المناسب بالكميه المناسبه يا اما بيتفرز وجسمهم مش قادر يستعمله. فهي مش موضوع الاكل قد ما موضوع الانسولين بيتعامل مع السكر اللي كلوه ازاي. طيب بنشكرك، احنا لوقتنا طب تليفون الاخير ناخده ووقتنا نكمل مرة تانية يا دكتور ويا دكتور اللي معانا يتفضل. هلو هلو، مساء الخير. اهلا، مساء النور. العفو، انا عندي زيادة بالصفائح الدموية في العمر مليون طب عندي صوتك عندك زيادة ولا قليل الصفائح الدموية؟ زيادة. كام؟ أسأل حضرتك الرقم كام؟ يعني مثلا نص مليون ولا أكتر من مليون؟ أكتر من مليون، مليون و600 عندي. أوكي. بس انا اللي باخذ علاج، يعني عندي علاج لانه باخذه مستمر. ده الامل السؤال. مره ينزلون 800 700، مره يساعدون مليون.
وسؤال حضرتك، سؤال حضرتك ايه، تكمل العلاج ولا ايه؟ لا انا باخد العلاج مستمر. اول سنه ب 2009 اخذ الكيموثيرابي، وبعدين مستمر على الادويه اللي هي هيدروكسي 50 ملي جرام اخذ كل يوم خمسه. وعندي كبسول اللي اخذ كل يوم ثلاثه. بس المشكله اللي عندي يعني كل اسبوع انا عندي فحص، فحص مره يطلع 780,000، ومره يطلع مليون، مره يطلع 600,000. معلش انا يعني ما سمعتش كل كلمه قلتها لان الصوت كان صعب شويه. بيرينج من 500 to 700 but he is on the treatment. اي يعني المرض اللي بيسبب نسبه الصفائح تكون عاليه ده مرض مزمن، فعاده بتحتاج انك تفضل على العلاج طول عمرك. العلاج بسيط، فيه يعني حبوب معينه، ويفضل ان نسبة الصفائح تنزل اقل من 600، يعني بنحاول نخليها حوالي 300 او 400، انما ما تزيدش عن 600-650 بالذات اذا كان عمر حضرتك كبير او كان في حاجات تانية مأثرة على الاوعية زي مثلا تدخين او تصلب في الشرايين او حاجة زي كده. ولكن العلاج لازم يستمر على طول ويخلي نسبة الصفائح حوالي 400 إلى 500. طيب فإد سيمز إن حضرتك على الدواء المظبوط، بس يمكن محتاج تتكلم مع الدكتور بتاعك يزود لك الجرعة شوية بحيث ينزله لك عشان ما يحصلش تجلطات ومشاكل زيادة الصفائح الدموية. طيب أحبانا، احنا كان موضوعنا مشيق، ونشكركم على مداخلاتكم، ونكمله مع الدكتور عماد اذا سمح وقته في المستقبل، لان كان لسه عندنا موضوعين مهمين تانيين. احب اشكركم واشكرك جدا يا دكتورة ميري، وربنا يبارك لك في دراساتك وفي حياتك وتمجدي اسم ربنا. نشكرك جدا يا دكتور عماد، ان رغم كل مسؤولياتك والكوريكولم الطويل بتاعك، سقت تقريبا من القاهرة لإسكندرية وهترجع نفس المشوار علشان تبقى معانا. الحقيقة الدكتور عماد والدكتورة منى بيفكرونا بناس حلوة كتير. لما بنقول مثلا السادات خد جايزة نوبل بنقول ده مصري، لما بنقول سيدنا البابا المعظم مثلث الرحمات البابا شنودة البطريرك أخد جايزتين للسلام بتاعة الاتحاد الأوروبي السنة اللي فاتت وبتاعة الأمم المتحدة اللي هي Peace and Tolerance، بنقول ده إنسان مصري. لما بنقول الدكتور عماد إبراهيم معانا بكل الصفحة الطويلة بتاعة الأتشيفمنت بتاعته بنقول ده إنسان مصري. لما بنتكلم عن احمد زويل بنقول ده انسان مصري. لما بنتكلم على السير اللي هو يعتبر اعظم جراح للقلب موجود، الدكتور مجدي يعقوب، بنقول ده انسان مصري. لما بنتكلم عن فاروق الباز اللي في جيولوجيا الفضائيات اللي يعرفوا العالم كله بنقول ده إنسان مصري. ما بنقولش ده مسيحي أو مسلم، بنقول ده إنسان مصري. والحقيقة إحنا هنا في المهجر، المصريين المهجر فيهم ناس عظماء جدا جدا، وبنفتخر بيهم كإنسان مصري كمصريين. ما بنقولش ده اسمه ايه ولا بلده ايه، بنقول مصر بس. يا ريت الروح دي اللي تعودنا عليها في مصر على اي ايامي ترجع تاني لمصر، عشان كلنا نفتخر بمصر في المستقبل زي ما بنفتخر بيها في الماضي. بيعز عليا ان اتكلم عن مصر وافتخر بيها كحاجة في الماضي. نرجو السلام والمحبة وعدم التمييز بالأماكن والديانة والألقاب يتشال، لأن ده بيضيع الروح الحلوة وروح
الإنتاج وروح الثقافة وروح التقدم من مصر، عشان نفتخر بمصرنا الحبيبة كبلد حاضرة ولها مستقبل نفتخر بيه. نشكركم ونشوفكم في برنامج تاني من الصحة الكاملة، ونترككم على خير وسلامنا، ودعانا إن الله يحط السلام في كل العالم.